أهلا بكل متابعين يوم سعيد. النهاردة هنتكلم عن الحالة الفلكية ليوم الجمعة 13 سبتمبر، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية هيكون إيه على كل الأبراج في اليوم ده. النهاردة اليوم كله القمر موجود في برج الجدي، واليوم كمان بيبدأ وكوكب أورانوس بيتراجع في الثور والمشتري في الجوزاء والمريخ في السرطان والشمس وعطارد الاثنين في العذراء وفينوس في الميزان وبلوتو بيتراجع في الجدي وزحل ونبتون الاثنين بيتراجعوا في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل عندكم القمر في وضع معاكس معاكم بالذات في الشغل، فخدوا بالكم انه لو عندكم شغل لازم تشتغلوا بدقة وتنظموا أولوياتكم وأفكاركم عشان ما يتمسكش عليكم أي أخطاء، وعشان تعرفوا تتغلبوا على أي شعور بالتشتت أو بالضغط في الوقت ده. نروح بعد كده لبرج الثور ومواليد الثور. القمر عندكم في منزل الحظ، بيديكم يوم هايل على كل الأصعدة، فتقدروا انكم تاخدوا قرارات سليمة، وكمان عندكم استعداد كبير للمعرفة، تقدروا انكم تزودوا معلوماتكم ومعرفتكم، تعملوا تطور ايجابي في مستواكم المهني. كمان برضو مواليد الثور اليوم ده هايل في السفر، لو عايزين تعملوا اي رحلة شغل او فسحة هتكونوا موفقين، او حتى في تخطيط للسفر او في عمل انترفيوز مع الخارج او تعاون مع الخارج، كل ده هيكون يعني تكونوا موفقين في اليوم ده. نروح لبرج الجوزاء ومواليد الجوزاء. عندكم يوم هايل في الفلوس، هتعرفوا انكم تديروا النواحي المالية بحكمة اكتر وتاخدوا قرارات موفقة في بيع او في شراء او في اوعية ادخارية تحطوا فيها فلوسكم تكون مناسبة لظروفكم. فعموما في قرارات سليمة، وكمان في رؤية اوضح للمستقبل تقدروا انكم تخططوا حلو لمستقبلكم. نروح بعد كده للسرطان ومواليد السرطان. القمر في مواجهتكم، فضروري تاخدوا بالكم انه في اليوم ده ما تغامروش، يوم مش مناسب للمغامرة في كل حاجة، يعني في البيع وفي الشراء ادرسوا وتأنوا جدا، في الشغل ما تاخدوش اي قرارات مصيرية، لو متجوزين كمان ما تدخلوش في أي مناقشات أو جدال يعمل لكم صدام مع شريك الحياة. في الحركة وفي السواقة كمان ما تتحركوش بسرعة، وحافظوا على سلامتكم، يعني اتحركوا بالراحة وسوقوا بالراحة. نروح بعد كده للأسد ومواليد الأسد. عندكم طاقة ونشاط وحيوية وقدرة كمان انكم تنظموا جهودكم وتوظفوها في اتجاه سليم، وعندكم إصرار انكم تعملوا الواجبات اللي عليكم على أكمل وجه، سواء كانت واجبات مهنية أو منزلية أو عائلية. نروح بعد كده لبرج العذراء ومواليد العذراء. عندكم القمر في منزل الحب، بيديكم طاقة عاطفية وتقدروا تستمتعوا بوقتكم عاطفيا لو مرتبطين، وتقدروا كمان لو انتم مش مرتبطين يعني في فرص انه تجذبوا ليكم الجنس الآخر، فبالتالي في فرص للارتباط. بالنسبة للشغل كمان لو عندكم شغل في اليوم ده أشوف أنه تقدروا تنجزوا شغلكم حلو وتثبتوا نفسكم في كل عمل أو نشاط بتعملوه. نروح بعد كده للميزان ومواليد الميزان. القمر في وضع معاكس معاكم عائليا واجتماعيا طول اليوم، فخدوا بالكم حافظوا على اللباقة، بلاش تدخلوا في أي جدال يعمل لكم صدام، أو ما تدخلوش في أي حوارات شائكة تتسبب لكم في صدام مع الأصحاب أو مع العيلة.
يعني مع الأهل ومع القرايب، وأنتوا بالفعل ممكن تكونوا عرضة لاستفزاز، فحاولوا تتجنبوا التواجد مع أي أشخاص أنتوا عارفين أنهم مستفزين. نروح للعقرب ومواليد العقرب. عندكم القمر في منزل العلاقات، بيديكم يوم حلو في إدارة العلاقات مع كل اللي حواليك، وعندكم لباقة ودبلوماسية وسرعة بديهة ويقظة. كل ده هيساعدكم تتصرفوا حلو في أي مواقف مفاجئة، وكمان تقدروا أنكم تعملوا لقاءات مهنية موفقة. يعني لو عندكم مواعيد مهمة يعني حاولوا أنها تتعمل في اليوم ده. نروح بعد كده للقوس ومواليد القوس. عندكم التركيز مش أحسن حاجة، فضروري تاخدوا بالكم أنكم محتاجين تراجعوا كويس كل خطوة بتعملوها قبل ما تنفذوها، عشان ما تقعوش في أخطاء تتمسك ضدكم، ده بالذات في الشغل وفي الفلوس. فكمان في الفلوس راجعوا حساباتكم، بلاش تغامروا في بيع أو شراء، لأنه يوم مش مناسب للمغامرة وممكن تكونوا عرضة لأخطاء. نروح للجدي ومواليد الجدي. القمر طول اليوم في برجكم بيديكم ثقة بالنفس أكتر، بيديكم قدرة على السيطرة على كل المواقف، وتعرفوا تمشوا كل الأمور في اتجاه مصالحكم، وتفرضوا إرادتكم ورغباتكم بذكاء. عندكم كمان يعني سحر وجاذبية أكتر، وتلفتوا الأنظار ليكم وخصوصا أنظار الجنس الآخر. نروح للدلو ومواليد الدلو. القمر في منزل الصحة السلبي بيخلي طاقتكم البدنية أقل، فأنتم محتاجين أنكم يعني تاخدوا وقت كافي من الراحة وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. محتاجين كمان تعملوا كل حاجة بعيد عن العيون، ما تعلنوش خططكم، ما تتكلموش عن أخباركم، وحافظوا على روح التواضع في التعامل مع اللي حواليكم. نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت. عندكم القمر بيدعمكم في الشغل وكمان في الحياة الاجتماعية، وبالتالي هو يوم حلو في التخطيط لخروجة حلوة تجمعكم بأصحابكم. هيكون في تبادل فكري مفيد ممكن يجمعكم بأصحابكم، وكمان تلاقوا أصحاب مخلصين بيقفوا جنبكم ولو بنصايح مخلصة. في الشغل كمان لو عندكم شغل تقدروا انكم تكسبوا دعم الزملاء والرؤساء بسهولة، ولو عندكم مشاريع برضو مشاريع خاصة تقدروا تعملوا تنمية لمشاريعكم. إن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأبراج، وبكرة فيديو جديد ويوم جديد.